يا هلا ومرحبا فيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة وكشف حساب جديد. في البداية أحب أشكر جوري سبا الميكب اليوم الشعر، أحب أشكر أزياء بلادونا على أزيائي في هذه الحلقة. بس أنا عندي شغلة قبل ما أبتدي كل مواضيعي، من اللي حط لي صورة نوال على المقدمة مالت برنامجي؟ هذه التصرفات ما حد يسويها إلا نايف شاهر. زين شيل لي نوال، حط لي رباب، راضية ما عندي أي مشكلة، حط لي منو بس نوال تشيل لي إياها من المقدمة، مش عايزة مش كل شوية يرد على الموبايل هو. أوكي ماشي. نبي نتحكي يوم وايد، يوم عندي ضيفة في أكشن وايد، إن شاء الله نقدم حلقة موفقة نفس ما قدمنا الحلقة السابقة مع الفنانة حلا. مواضيع كثيرة ممكن نختلف ممكن نتفق فيها، المهم هي مجرد وجهة نظر، انت مو لازم انت كمتابع ان انت تقتنع وجهة نظري، فكر فيها كلامي صح او غلط ما فيش مشاكل، بس مهم ان نحترم بعض، اهم شيء باختلاف وجهات النظر ان احنا نحترم بعض. حلو حلو، خلينا نتحكي الحين من الاخبار السريعة. عندي يظهر ان دانا طويرش مو بس قاعد تعيش بالفترة اللي طافت أو الأيام اللي طافت، سعادة ملكتها وزواج عن حب ويلوى ومن ثم استعداد للعرس في بيروت. حلو، يظهر أن حتى على الصعيد العملي وحتى القضايا صارت أخبارها سعيدة بالنسبة لدانا طويرش. طبعا اليوم أعلن المحامي بدر باقر بأن اليوم ربح قضية البلوجر الجميل دانا طويرش ضد المغرد حامد بويابس، بعد ان تطاول عليها في السوشيال ميديا ويعني ودأب على ذلك وهي لجأت للقضاء، وهذا اكبر دليل يعني اللي يقول لك نفس الاخت المصريه اللي سوت لنا مشكله بالايام اللي طافت ان انا الجأ للقضاء الكويتي، القضاء الكويتي نزيه ما يفرق بين كويتي وبين وافد، لك حق تاخذه مالك حق مالك شيء عندنا. واكبر دليل انت مو هدانا دائما تقول انا عراقيه وهو كويتي، العراقيه اخذت حكم على الكويتي، القانون قانون بالكويت كحد السيف، والحكم كان عباره عن 1000 دينار غرامه للدولة ومن ثم تحويل القضية للدعوة المدنية لتقدير القاضي للأضرار النفسية والاجتماعية اللي وقعت على دانا طويرش. تستاهلين يا دندش، بس كنت خذيت المحامي مالي مو مشكلة لنا التفاهم بعد العرس، كل شيء خذته مني دانا طويرش، ما خلت لي شيء. زين بتحكي أنا الحين عن جانب دمها، يعني تحكي عن القضايا، أنا أحب أعلن وكل يعني فرحة وسعادة إن اليوم أنا خذيت براءة على المدعو فيفو أو فراس الغاش حسب ما هو مكتوب في أوراق الثبوتية، وكرفوا عليه قضية كيدية، هاي ثاني قضية كيدية أنا أطلع منها براءة برفض الدعوة إن أنت مالك حقية في هذه القضية، وأنا ناطرة باقي قضية واحدة بعدين الثلاث قضايا هذول اللي أنت رفعتهم علي يا أستاذ فراس الغاش، وراح أرفع عليك قضية تعويض، لأن أنت نفس ما القضاء يعطيك أنك ترفع قضية مالك أحقية فيها، يعطيني الأحقية أن أنا أرفع قضية بعد ما أنت تخسرهم وأرد برد اعتبار. هذا من جانب، أنت من طق الباب ردوا له الجواب. حلو، وأنا الأمانة قاعد أقول لك يا أنت اللي قاعد ينصحك على أنك ترفع قضايا كيدية صدقني مو لصالحك نهائيا فراس أو فيفو. بس أنا أحب أبشرك أن أنا قبل حوالي أسبوعين رفعت عليك قضية أخرى تقنية معلومات، أي جرائم إلكترونية. أنت لا تنسى أن أنت في شهر 7 أو 8 نزلت سنابات ادعيت عليها أن هي سناباتي وهو مو السبيلينج مال سنابي نهائيا،
يعني، وانت طلعت وتطاولت علي ودعيت وتجرأت علي وهذا، وانا انت نفس ما انت تلفق لي سناب وتنشره دون تحري الدقة، هذا عرضك لي قضية. وأنا بالفعل رفعت قضية جديدة، وأشكر المحامي عبد الرحمن الصقلاوي لأنه هو ماسك القضايا مالت فيفو أو فراس، هو ميك اب أرتست، فرفعت عليه رفعت عليك قضية جديدة، وبذلك الحين عليك قضيتين جرائم إلكترونية، وبالتالي هذه أحكام. وأنا شفت لك في الفيديو هذا اللي أنت طلعت فيه بشهر 7 وقلت لي أنت ليش ما تقولين عني إن أنا أمريكي، ليش تقولين إن أنا لبناني، لأن ما لأن شوف أنت شوف أنت شو عم تحكي، أنت عم تحكي لبناني ما بصير. ثاني شيء يعني أمريكان أفهم إن في جو ريتشارد ما يعني، بس فراس أوكي بس أصولك لبنانية وأنت قاعد في لبنان، فأنا أتعامل على المحتوى، أنا وحدة أدور، يقولك على الأصل يدور، أنا على الأصل أدور، ما عندي مشكلة. فحبيبي أنت لما قلت على الأقل لما يكون في مشكلة واحد بلجأ لسفارتي، سفارتك إذا تقصد الجواز الأمريكي حبيبي، هذا يمكن أنت فاهم الموضوع غلط، يمكن أنت هذا يمكن في لبنان، في الكويت لا، السفارة الأمريكية ما تقدر تسوي شيء قدام أحكام القضاء. ولو أنت تروح تشوف في السجن في ناس من علية القوم في السجن، هذا أكبر شنو دليل على أنه، ومن كل الجنسيات، وهم راح تلاقي في أمريكان مسجونين في السجن لأنه تخالفوا القوانين. السفارة مالتك في الكويت ممكن تتدخل، تعرضت للسرقة، ضاع جوازك، أحد اعتدى عليك بالضرب، بس أحكام قضاء ما في أحد يدخل فيها. وأكبر دليل يعني في واقعة شهيرة جدا اللي صارت في التسعينات، لما مرة مصارع أمريكي تعدى بالضرب على المذيع بسام العثمان على تلفزيون الكويت، رفع قضية وأخذ حكم عليه و العدل بالكويت كأسنان المشط. فأنت إذا فاهم إن أنت بتقعد إن السفارة الأمريكية تتدخل من ناحية حكم قضائي عليك، ما حتقدر يتدخل، ماشي؟ هذا إذا عندك جوازة، أنت تحمل ما يجيك، مو اللي جبتك، أنت اللي جيت لنا عندي بس. والقضاء يقول كلمته، والحمد لله أنت عليك قضية في الدعوة المدنية، والحين صار في، والحمد لله تقرير الجرائم الإلكترونية مباحث طلع لصالحي، إنه فعلا إن هذا مسنابج الحقيقي وتم تلفيقه، وبالتالي في إساءة وقعت عليك ونشرت، وهو وأنت نشرت في السناب، تتحمل ما يجي. وهذا إلى جانب ننطر إحنا 3 قضايا مات. أنا نفسي أعرف شو رايح رافع عليه قضايا تجاري مدني، يعني أي محامي يعني ليش إحنا متزوجين مثلا وبيننا بيت تجاري مدني؟ أنا أعرف اللجوء له أكثر شيء الأزواج لما يكون بينهم بيت أو يكون بينهم سيارة أو يكون أول مرة أشوف أنا الصراحة تجاري مدني، ليش أجرى منك أنا محل ولا بايعت لك سيارة تجاري مدني؟ بفهم. فاللي قاعد يرفع لك القضايا قاعد يورطك زيادة، وراح تشوف في النهاية إنك في الآخر راح تلبس بحيط مع القانون بالكويت وانت حر. حين خلنا نتحكى، لأن أنا عندي ضيوف وعندي مواضيع كتير همسة ماجد مفروض إن هي مذيعة في العراق، ما والله العظيم ما أعرف هي تقدم وين أمانة. أنا احترم كل بني آدم يحترمني، لكن أنا إذا في أحد أساء إلى فرد كويتي أنا أزعل،
وخصوصا إذا كان لاحقيا، فما بالك إنما أنت يا همسة ماجد تسيئين حق إنسانة بقدر وقيمة وأخلاق ومكانة فجر السعيد. أنت منزلة فيديو طويل عريض وتقولين أنت إن فجر السعيد هي قاعد تسوي فتنة. ما في فتنة إلا أنت للأسف فتنة مالتك هي اللي قاعد تي من خلال الفيديو. نفسي أعرف أنت شنو قاعد تقدمين، نفسي أفهم وين قاعد تقدمين. هل أنت بلوجر؟ أنت أساسا حتى تحمل تحكين في يعني عن الشعب العراقي، أنت أكثر شيء قاعدة في دبي. أنت استفزتك إن لما ترحمت على بوش الأب زعلتي، ها زعلتي زين، وبس تحكيتي عن إن في هذا قتل العراقيين. أو ماي جاد، صدق زين. ومنو اللي فوت العراقيين في الكويت عشان يجي بوش الأب ويطلعكم منها؟ قوى الحكم حكم صدام، لكن الغزو شنو كان؟ الجيش العراقي كان بين جمهوري وشعبي، وأنا وحدة كان عمري 13 سنة ما صار الغزو، واعية تماما للي صار. أشوف لما ييه لما أنت قاعد تحكين بالمنطق، أنت الحين لما يصير 2/8 ونتكلم في السوشيال ميديا أو في وسائل الإعلام ونتحكي عن الحقبة هذه ونتكلم، ليش يا بنتم ما تتجاوزون الغزو؟ شوفك ما تجاوزتي تحرير بوش الأب. المشكلة إن أنت أو من يشابهك يبون نتجاوز الغزو. زي ليش في الغزو ما في أيتام، ما في شهداء، ما في أمهات ثكلة، ولا بس عندكم؟ ليش محسسين إن الكويت ما خسرت حتى الهوى؟ الكويت خسرت بشر. اللي سويتوه دمع عيون، ماشي؟ عشنا تسب يعني من ترى يعني أنت زعلانين ترى لولا قرار بوش الأب مع قلة من الشرفاء العرب كنا احنا ما تحررنا. 12 دولة معانا و11 مو معانا، ما شاء الله بلاد عربة أوطاني علمونا وايد أشياء غلط واحنا صغار. فأنت الحين طالعة وايد معورت إيه نترحم له ونترحم له، وأنا الحين أقولها على الملأ، الله يرحمك يا بوش الأب يا جورج بوش. وعلى قولة عبد الحسين يستاهل مستر بوش حيلان. للأسف كان في عنده حس فينا أكثر من وايد عرب، وترى إحنا نسكت بس يعني والله همسة بسج سؤال، أنت شنو عندك من سي في عشان أنت تردين على إنسانة بحجم ومكانة فجر السعيد؟ وأنت زين ليش ما تقولين همسة إن أنت حسيتي إن في مثل ينقال لو البيت خرب خذ لك منه لو قالب طوب؟ أنت حسيتي خلاص خربتيها مع أم عثمان فجر السعيد الله يرحم لما راحت بغداد وطلبتي منها إن هي تشغلك في الكويت. بس نفسي أعرف يعني مغير زعل يعني من قلة المذيعين في الكويت بنجيب من بغداد ومن ما أدري شنو، عندنا كلية الإعلام قاعد تطلع مذيعين وقاعد تطلع إعلاميين ومعهد المعهد العالي فنون مسرحية وتلفزيون الكويت ودورات مالت النظائر عندنا اكتفاء. احنا ما عندنا مكان
عشان يعني وفي الآخر يعني من غير زعل، أنت مش هذا سرحان. أنا ذكر في إنستغرامي السابق دشت لي على الدايركت همسة ماجد وطلبت مني أن أنشر لها. أنا عيوني أنشر حق الكل، بس أنا ما يعني ما حسيت إن هي قاعد تقدم شيء، حسيتها بلوجر. طوفت يعني، بعطيك فرصة الحين للشهرة عربيا بعد ما أتكلم عنك همسة ماجد. ودشت لي قبل فترة، وإذا قالت لي أنا كذابة ما عندي مشكلة ننشر المسجات، وتمنت إن أنا استضيفها. إنزين لما أنت تقولين استضيفك في لقاء، ومع ذلك أنا رديت عليك باحترام، لأن أنا تربيت كذي، اللي يرد علي باحترام يرد عليه باحترام، يتجاوز عليه يتجاوز عليه، ما عندي مشكلة يعني أجاب له عمر. الحين بس أنت معورة قلبك البنية اللي شو اسمه اللي توفت بصاروخ أيام 91، وأنتوا اللي جيتوا علينا، إذا بنطلعكم شو يسوي؟ أنتوا محسسين إن أنتوا يعني من بعد التحرير عندكم حودة، كل يوم الناس قاعد تموت عندكم بغداد، كل يوم كل يوم نفتح يا فلان مذبوح، يا فلان صالخينة، يا فلانة مسكينة ترى فارس ما أدري. فأنا عندي طلبت هي أن أنا استضيفها في البرنامج، وأنا رديت عليها بأدب واحترام. بس أنت الحين متجاوزين على فجر السعيد، هل توقعين يعني أنت الحين تقولين أنا لقاء أو ما لقاء؟ زين أنت زين البرنامج وين قاعد ينزل؟ مو على سكوب اللي تمتلكها أم عثمان؟ بس أنت شفتيها ما لقيت شوي لما أنت طلبتي أن تستضيفينها توفر لك فرصة عمل في الكويت، فقلت يلا خلنا نخربها. وإذا أنا كذابة قولي ما صار، وأنا نزل لك الدايركت في الانستغرام، ما عندي مانع. تخليك الله يخليك همسة، لا تشين بالسياسة، سياسة وايد أوسع منك. خليك بس سويش روح دبي، سويش نيويورك، تحكي يطلع لك مع واحد، وبعدين خليت يسوي لك مشكلة في السوشيال ميديا، يقولوا يلا انت تنخطبين، كل يوم عندك خطيب، كل يوم عندك زواجة، كل يوم عندك طلاق، وكل شيء على الملأ، لأنه ما في شيء جديد. ايش قاعد تقدمين؟ بس انا بدي اقول لك شغله، لما انت عورتك سالفة الترحم الكويتيين وعلى رأس ام عثمان على جورج بوش الاب، اوكي ماشي، احنا هم لازم تتجاوزون لما نتحكي، من حقنا احنا نتحكي عن 2/8 الغزو، ومن حقنا نتحكي عن تحرير الكويت في 26 فبراير، لنا الحق. ما في شيء اسمه يعني ربكم عليكم غفور رحيم وعلينا شديد العقاب، هذا الحكي ما يمشي. كلم يعني عقلك اسمه اللمبي، كلمني نلي أعلمك، أرد عليك شريهان، ما عندي مشكلة. أوكي يردك واحد يعرف حجمه. وإذا أنت تقولين شوفي، وإذا تقولين أنت تقولين من تكونين عشان تقولين إن فجر السعيد ما تروح لا شوفك في العراق والعراق يتعذرك، ليش همسة المالكي ولا العبادي؟ بفهم شنو تمتلكين، حتى ما تمتلكين أكثر من بيتك. بس أنا عاد برد عليك بنفس المبدأ، تدرين شنو؟ لا نشوفك في الكويت، الكويت تعذرت، الكويت صج تعذرت، لأن الناس اللي بهذه الطريقة إحنا ما نحبها يكونون على تراب وطننا، هذا الوطن اللي كان ثمنه دم، ثمنه أيتام، ثمنه أعراض انتهكت، ثمنه لهذه اللحظة دموع أمهات ثكلة.
فصج صج أنا أقولك عن ولو شفتك في الكويت صدقيني والله ما رح خليك تطلعين منها. رح تلاقين في قضية تنتظرك، وحسب القانون إذا الشخص غير كويتي وغير خليجي وعليه قضية ما يطلع. تقعدين خليك صج تشتغلين في الكويت، حقق لك أحلامك، بس عليه حكم. ماشي ماشي. اللي بعده خلينا نتحكي عن رانيا يوسف. أوكي، رانيا يوسف بعد ما رفعت البطانة في الفستان مال مهرجان القاهرة، شفنا شوفات عجيبة. شوفوا خلاص احنا شفنا اللوك هذا حسيناه ان قررت خلاص الاحتشام. بصراحة يعني رانيا ما عندها مقياس ثابت، يعني يا تطلع لنا في مهرجان القاهرة ملط، يا تنزل حمام السباحة بهدومها. يعني صراحة دخنا معاها قلنا يعني ايه ده، هو يا طخة يا طلع مخة، يا تنزلين حمام السباحة بملابسك، يا إما هناك يا أيوة. إحنا قلنا خلاص الست التزمت، ولا قلنا خلاص يلا وروحت النيابة اثرت. بعدين بعدها بأيام ولا نشوف لها، بعدها على طول طلع لوك ثاني خطير. ايوه هو ده القول التامر حسني الله يذكره بالخير. يعني تاهي. ايوه اللي بعده خلي الناس تشوف من بعد الحشمه. ايوه كده يلا بقى يلا بقى. وايوه بقى الواد فيفي عبده عجيبه، لو طالعه تقول انا مش عايز انا مش حتجوز ثاني، والله تعملين خير في البشريه. بس ما ادري ليش انا لما اشوف اتذكر سميه الخشاب. يلا لا تنسين قول باكر تقول البطانه ترفعت. انا ما ادري اي لبس هذا اللي فيه بطانه، ما شاء الله هي كل لبسها من غير بطانات ابدا، ربنا يقويكي. زين ماشي ماشي. حين بنتحجى عن أنا قعدت أدور أفكر منو اللي صارت باقي لها شويتين وتمشي على طريق رانيا يوسف. منو عندنا قامت رايحة على طريق رانيا يوسف؟ إي شوقي الهادي أطلت في صورة فظيعة. الله والله يا شوق وليش كان يعني، بس أنا عجبتيني البنطلون هذا متأكدة عنه يعني شوق دافعة فيه فلوس من فوق لتحت للوسط، والله أكبر. عجيب يعني زين عقل يعني اللي فوق متستر. ترى بس باقي لك 3 أيام شوك راح تدشين مرحلة رانيا يوسف، عندي إحساس كذي حتكون المنافسة مالتها في الكويت والخليج والدول المجاورة. يعني أنا ما أدري ليش، هو أنتوا فاهمين إن الفاشن لازم شنو يكون؟ لازم يكون في عري. يا مكثر الفنانات اللي متسترات وانيقات، ولا هو لازم يعني عشان تحسون ان انتو شباب لازم افصخ او خفف او البس مشقق او 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 الله بعد شو نسوي؟ يلا الواحد يعيش ويشوف اشياء غريبة. الحين خلنا نتحكي عن شوفوا الحين تحكينا شوف خلنا نشوف زينب غازي لبست لوكين من أجمل ما يمكن، أناقة وجمال واحتشام وطلة وفاشن، واو تجنن وايد حلو. حم لوك وأناقة وحشمة و
وايد اشياء. ليش ما تلبسون كذي؟ ولا لازم ابداع؟ نبي نشوف ابداعات. انزين خلصنا من زينب غازي. بتحكي بس نقول سلامات حق ناصر عباس، ألمت في وعكة صحية اضطرت انه يروح المستشفى. سلامتك يا بطل، الله يقومك بالسلامة ويكسوك بالعافية يا رب. هذا ناصر كله بسبتك ان انت تنازلت عن البالط والفرو مالك عطيته حق حليمة، قعدت لابس خفيف عشان مرة ثانية تيوز تسلف البالطو حق أحد، خليك تحتاجه الحين بالشتاء. حلو حلو. الحين بتحكي عن عبد العزيز لويس. عبد العزيز لويس قدم أغنية جدا جميلة بعنوان روح ماك، هي من كلمات سعد المسلم، وهذه مو أول تجربة حق عبد العزيز لويس، والأغنية فيها شوية خلطة بين العدني وبين يعني الكلاسيك، والأغنية جدا وحققت انتشار بشكل جدا 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 ممتاز. نسمع شوية من أغنية روح ماك حق عبد العزيز لويس ونرجع مع كشف حساب. الحين خلصنا من الأكشن والمواضيع والسوالف، الحين معاي ضيفتي. اليوم ضيفتي جميلة كالنسيم، لها طلة كأن هيبة ملك، دائما شاغلة الجميع، لكن السؤال شنو اللي شاغلها؟ ضيفتي اليوم هي بكل اختصار جليلة. شلون جليلة؟ أنا زينة، شلونك أنتي؟ تمام. أول شيء شكراً على هالمقدمة الجميلة صراحةً. كنت متوترة شوي بس وراء هالمقدمة ارتحت. ليش يا أمي؟ أبي افتري عليك حبيبتي. أوجه لك تحية حبيبتي، شكراً على الدعوة، نورتينا، فخورة جداً أني موجودة معك اليوم حبيبة قلبي. ها تبينا نتكلم عن شنو ولا شنو ولا شنو ولا شنو ولا شنو ولا شنو؟ وايد في أشياء صح؟ وايد أشياء خصوصاً الفترة الأخيرة. وايد تعرضتي لظلم؟ وايد، يعني أنا بحياتي العادية مظلومة، أنظلم بعد بشغلي بالسوشيال ميديا، أحس إنه يعني شوي صار الموضوع أوفر. السوشيال ميديا مرات تظلم الناس ولا يعني شوف إنه في وايد أشخاص قاعد تنصفهم السوشيال ميديا؟ شوفي أغلب الأشخاص اللي قاعد تنصفهم السوشيال ميديا أشخاص مو زينين. والزينين مظلومين والله العظيم. إذا ممكن يكون السلبي ذكي صحيح والمظلوم هو مو عارف شلون، بس هل انت تعتقدين انه الخبيث ذكي؟ شوفي في فرق بين الذكاء وبين الخبث، تعرفين ولا ما تعرفين؟ طبعا اكيد. زين يلا قولي لي شنو الفرق؟ ايه الفرق بينهم شعره، ترى شعره بينهم شعره، شعره بس ترى فرق هذا عنهم. صحيح بس إيه يعني لما يجتمع الخبث مع الذكاء شنو يطلع؟ اوه ميكسي جنن بالضبط. وخصوصا اذا يعني شفت الفتره الاخيره شنو صار من ناس ما تخاف ربها اصلا، وهم اساسا مو همهم رضا رب العالمين. بالضبط. فانسان مو خايف من ربه، يعني ضد الاديان السماويه وضد الاعراف والتقاليد وضد كل شيء، فتوقع منه اي شيء. والله الظالم لا الله لا يصبحه ولا يمسيه طبعا بالخير. ان شاء الله يا رب ان شاء الله. وطبعا دعواتنا يعني كل يوم ما شاء الله، يعني اخذ عزيز مقتدر. صحيح 100%. اوكي تعرف انزين انت تدرين ذكي، الذكي هو اللي يعرف يخطط. صحيح. اوكي او بالاصح الخبيث يعرف يخطط. صحيح. اوكي بس الذكي هو اللي يعرف ينفذ اللي خططه. صحيح. ايه 100%. هذول مستغلين السوشيال ميديا. صحيح بشكل صحيح. تدرين ما انا احيانا قلت لك من شوي قلت لك انا احيانا اقعد اقول انا ايش دخلني بهاي السوشيال ميديا وليش دشيت، كنت مرتاحه. وبنفس الوقت ثاني يوم اقعد من النوم اقول لا راح اكمل، يعني ما راح اسمح لهاي الاشكال اصلا انها توقفني. هي تبيني انا اوقف؟ ما راح اوقف، ما راح استسلم بغض النظر. رغم التهديدات والدنيا تهديدات والسب وقذف وطعن بالشرف واللي تبينه، اللي تبينه صار، كل شيء ممكن تتوقعينه صار. ليش ما في قانون؟ ليش القانون أصلا
يمشي على هالأشكال؟ أنت تتوقعين؟ هو هم أو بالأصح هو لو كان في بلد ثاني غير اللي هو فيه صحيح كان أعتقد علقوه. شوفي أنا راح أقول شغلة مي، أنا مو جاي أحاسب الناس. معنا في ناس قاعد تحاسبك بالضبط. يعني كل من بينه وبين ربه، بس أنت لما تجي تطعني بشرفي وتتعدى علي وتظلمني لا تتوقع أن أنا ما راح أدافع عن نفسي. صح ولا لا؟ هم يبون حتى حقية الدفاع عن نفسك يبترون. بالضبط. أوكي. فهذا الكلام ما يعني أنا لما أطلع أدافع عن نفسي مرة واحدة أقول مشكلة المصيبة الكبرى أن في ناس في جمهور متابعين يعني ما قاعدين يشوفون، ما قاعدين يفرقون بين الصح والباء بين الحق والباطل. هاي مصيبة. مصيبة مصيبة. هاي مصيبة. فيعني أنا يعني الصراحة قمت أستغرب من اللي قاعدة أشوفه، أحس نهاية العالم. ليش؟ صراحة. في السوشيال ميديا في ناس زينة. بس المو زينة أكثر. المشكلة تدريش إن الصدمة جليلة إنه مرات إحنا عارفين هذا الشخص سيء. المشكلة إحنا وصلنا في زمن الناس قامت تدافع عن الشخص السيء. بالضبط. يعني أنت تدري إن هذا يغضب الله ويهز عرشه. بالضبط. ويسيء ومع ذلك. طلع الدافع يعني من ادري احنا وين وصلنا، وين وصلنا الوازع الديني، وين وين وصلنا احنا ايه؟ يعني انا تعرفيني انا مسالمه جدا بحياتي، لا تهجمت على احد ولا تحارشت باحد ولا انا بنفسي قاعده اشوف نفسي امشي خطوه خطوه بس انا مستغربه من الناس اللي يعني اللي قاعده مراقبتني برزقي بحياتي بحياتي الشخصيه بلبسي بشكلي بكل شيء اللي تبينه. يعني أنا مستغربة أنا بحالي بعد يعني من شوي قاعدة أقول للأستاذ فلاح قلت له أنا بحالي إنسانة مسالمة فمستغربة من يعني إذا أنا سويت شيء يقعدون يهاجمون ويسبون ويطعنون، زين أنا ليش ما دافع عن نفسي؟ يعني كاسرين عينك بالضبط يعني بالضبط. فبالعكس أنا راح أستمر وانتي انا متاكده ان انت تعرفين ان انا كثير انظلمت الفتره الاخيره. اي وايد صراحه، يعني مو من طرف واحد، من اكثر من طرف، من اكثر من طرف، بس في تحريض تجمعوا. اي بس في تحريض طبعا، في تحريض من شخصيه ما ابي اقول اسمها اكيد ما راح اقول اسمها اوكي، ولكن يعني انا والله العظيم للحين في حاله صدمه. صدمه انك شفتي هذول العالم شلون قاعدين شخص واحد قادر انه يجيرهم ويدفع لهم يعني وهو بعيد، الشخص هذا بعيد بس مخلي يعني مجندهم ومخليهم ينطلقون. زين انت الشخص هذا اللي انا قاعده اتكلم عنه عنده اطفال، عنده عائله؟ لا ما يهم، حرام حرام يعني صدق حرام اللي صار. لو المشكله يحلمون يصيرون ماما، ماما مين؟ بالضبط. ماما مين والناس نايمين؟ انزين اقول لك لو قررت اني تصفين لي جليله، شنو تصفين لي اياها؟ فنانه، مغنيه، بلوجر، فاشينيستا، شنو؟ الناس مرات يعني قاعد يدخون معك. زين اوكي هم كيف يدخون، بس انا راح اقول لك شغله. انا قبل السوشيال ميديا دخلت الفن. اوكي، وعلى فكره ترى انا مو اول وحده واخر وحده اني داشه مثلا داخله مجال فني وداخله السوشيال ميديا وبلوجر وعندي براند باسمي. ترى وايد يعني كثير من الناس او المشاهير نفس وضعي، بس ليش انا بالذات مركزين معي بس نبي نعرف شنو شغلتها؟ انزين اوكي انت ما تعرف شنو شغلتي؟ يعني انت مو متابع السوشيال ميديا، ما تعرف ان انا بلوجر، عندي براند باسمي توني مطلعته، اسوي اعلانات مثلي مثل اي وحده مشهوره بالسوشيال ميديا. ليش هذا؟ ليش انا بالذات اللي وقفت لهم هني؟ ما ادري. عشان مغربيه؟ ما له علاقه الجنسيه. جنسيه بس في ناس توقف عندها. ما له علاقه الجنسيه، بالعكس يعني انا هذا يعني ما ادري، بس ان اعتبره تخلف ان الشخص والله يقول هاي مغربيه وهاي عراقيه وهاي، ترى وايد عيب. يعني كلنا بشر وماكو داعي لهاي العنصريه. اوكي وانت متكلمه قال انا مغربيه، يعني انا ما كذبت يعني ولا اني انا انتحلت شخصيه ولا كنت مجموعه انسان ولا يوم قلت انا مثلا خليجيه واليوم اللي عقبه قلت عراقيه واليوم اللي بعده قلت كويتيه. انا من طلعت الناس تعرف ان انا مغربيه. ليش تحكين عراقي؟
على فكرة أنا من صح قاعدة أحاول أتحكى كويسي. أوكي يعني أنت شنو على الموجة بالضبط؟ على فكرة ترى أنا كل شخص أكلمه بلهجته. يمكن اللبناني أكلمه لبناني، السوري أكلمه سوري، المصري أكلمه مصري، الكويتي أكلمه كويتي، العراقي أكلمه عراقي. بس أنا الشعب هذا بي أحبه يعني لما عز خاصة بقلبي صراحة، لأن لما رحت العراق شفت شلون استقبلوني، يعني حطوني على راسهم صراحة. شافوك مزة صراحة. شافوك مزة يعني، والعراقي يقدر المزز صراحة يعني، يعني بلد الجمال، بلد الجمال شلون ما صحيح إيه؟ فأحبهم والله العظيم، يعني أوجه لهم تحية طبعا والله يعني جدا أحبهم. ومثل ما قلت لك كل إنسان أنا أكلمه بلهجته. لا إيرانيا ما تتحكين مغربي، كان هذا المغربية ويصير الكل يتحكى مثلك. أكو ناس ما تفهم مغربي يعني، مثلا أتكلم يعني أنت معترفين لهجتكم شوي صعبة. شوي صعبة إيه؟ شوي. يعني أنا بالنسبة لي صراحة أنا يعني عايشة طول عمري بالإمارات، وبحياتي بحياتي ما رحت المغرب. لما أي حد مغربي يكلمني مغربي أقول له بليز لو سمحت مش، لأن أنا أتكلم اللهجة المغربية البيضة. البيضة. فلما أحد يتكلم بسرعة إذا أنا مغربية أقول أتكلم شوي شوي، فما بالك أحد مو مغربي. أوكي عرفتي؟ بس في ناس تفكر في الموضوع تقول والله هي ما تعتز بجنسيتها أو ما تعتز بلهجة بلدها. أنا طول عمري أفتخر ودائما أقول أنا مغربية وين ما أعتز بجنسيتي. يعني لازم أطلع أتكلم مغربي علشان اللغة أو اللهجة هي اللي راح تخليني أعتز بجنسيتي. إيه؟ ما تنكرت الجنسيتي انا إيه، بس في ناس يقولك ايه لازم تحكي ليش ما كيفهم وليش يعني قاعده في الخليج، ايش تبي من الخليج؟ انا من عمري 9 شهور عايشه بالامارات. انت مواليد وين؟ انا مواليد المغرب بس. أوكي. من عمري 9 شهور بيبي ماما شايلتني بالامارات عايشه، شلون ما اتكلم يعني خليجي؟ يعني أوكي. ترى مو منطقي يعني اللي قاعدين يقولونه الناس هاي اللي تتكلم، انا ما ارد عليها. ما ارد عليها ما تردين ما ارد عليها، لان اما لو جتهم فرصة أن يعيشون بالخليج راح يعيشون بالخليج. عشان شنو؟ عشان أمان، ثروة، راحة؟ لا طبعا طبعا، يعني أنا بصراحة قلت شغلة ما بي أحد، ما أريد أحد يزعل مني. بس أنا ما أقدر أطلع من الإمارات، ما أقدر أطلع من الخليج، تأقلمت حياتي شغلي الدنيا. أوكي المغرب بلدي وعلى راسي وأحبها وأموت عليها، وإذا أحد يغلط على المغرب سوري يمكن أكسر راسه. بس ولائي وانتمائي خليجي ما أقدر. طول عمري عايشة ودارسة وماكلة من خير الخليج. ما أنكر. ما تقدرين تطلعين. ما أنكر وما أقدر صراحة. يعني في ناس يقولون إن مثلاً أنت تحكين عراقي عشان تغدغين مشاعر الشعب بالملايين، أو معروف أكبر قاعدة جماهيرية في العراق والسعودية. زين أوكي راح أقول لك شغلة. تفضلي. ليش ما تكلمت سعودي ودغدغت مشاعر الشعب السعودي؟ رحت السعودية حتى رحت تكلمين، قلت أنا أتحكى مع الكويتي كويتي ومع إيه بس الإماراتي ليش إماراتي. إيه ليش مثلا ما قالوا يعني ليش ما جابوا طاري السعودية؟ ليش جابوا طاري العراق؟ ما رحتي ما شافوش تحكين سعودي مو أكبر يعني مو نفس مساء مغربي. مساء مغربي لما تروح تسوي عمل يضايقون مرات، في منهم يقولك إن تتحكى لهجة السعودية وهي مو سعودية. شيبون بالضبط يبون؟ ايش يبون بالضبط يعني؟ يعني انا اتكلم مع كل واحد بلهجته. تكلمت اماراتي زعلوا، تكلمت عراقي زعلوا، تكلمت كويتي زعلوا. شو اسوي؟ شنو احكي؟ شنو اقول؟ ترى والله يعني اوفر، يعني وايد مركزين معاي، مركزين معاي بطريقه انا قمت اضايق. يعني حتى الحرف محسوب عليه صار. انت تشوفين نفسك ناجحه ولا مو ناجحه؟ طبعا ناجحه. شنو؟ تدرين ليش؟ لان لو مو ناجحه ما راح أقعد قدامك اليوم. أوكي. لو مو ناجحة ما راح أتعرض لهذا الهجوم كله بالسوشيال ميديا. بس اليوم يعني الشهرة سهلة. الشهرة سهلة بس لازم تعرفين شلون تستثمرين هاي الشهرة. أنت تعتقدين استثمرتيها بشكل جيد؟ الحمد لله رب العالمين. يعني أشوف نفسي أنا مو مشهورة بطريقة سلبية. أكو ناس تشوفني أنا ممكن مشهورة بطريقة أنا ممكن شوي متحررة. لبسك. والله أنا أشوفي راح أقول لك شغلة. مو سالفة لبسي. يعني احنا تربينا على على الحرية. مو الحرية الاوفر. الحرية شنو؟ بس راح اقول لك شغلة ترى اللبس كل هذا يعني حرية محدودة. وين زين راويني النفنوف. اي نفنوف؟ لحظة بسيطة.
طلعوا لي الفاصل رقم واحد وروها حق استاذة جليلة يلا عشان تقول انا زي الفل. خلاص شوف اسعد الله مساءكم بكل خير. تحسكم بزاف 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 والله راح تفطري. طبعا حاليا متوجهين للايفنت ويا ولايه بطيخ في حدائق اليرموك مطعم نونه مصلي ساعه احفظها. اوكي راح اشوفكم كلكم هناك وناخذ صور سوا ونتونس سوا ان شاء الله. والله ان شاء الله يا رب يعجبكم اللوك وان شاء الله يا رب اشوفكم ويكون ايفنت ان شاء الله ناجح اذا الله راد وسهل. راحت عليهم دسلم عليهم خطيوك في الباب مقبول. صوتكم فيديو خلاص. مرمى حواس دقائق أول شيء على فكره. حقول شغله ايوه الفستان سكين كلر مبطن اوكي بس انا مو على الشغل يعني ما تشوفهم والله مساكين قاعد يردون عليك من قلب يحبوني والله العظيم. متأكدة؟ والله العظيم يعني هذا حب انا من قبل ما اروح العراق يعني يمكن قعدت يمكن 4-5 شهور الجمهور كله ناطرني كله ينتظرني بالعراق مو له علاقه الفستان بالموضوع نهائيا يعني هل معنى الفستان بطن اي اوكي زين اوكي ايفنت نفسه هذا شنو البس قولي لي
يعني ما فيش حشمه شويه لا والله محتشمه محتشمه يعني اذا هذا حشمه الفظيع يبقى ازاي لا والله العظيم يعني انا قلت لك يمكن انا عندي تفتح شوي تفتح شوي عندي حريه شوي بس مو اوفر بس في ناس تشوفك ان انت اوفر انت تقدرين تطلعين ترضين الناس كلها عندك يعني تقدرين انا ما اقدر اطلع ارضي كل الناس الانبياء ما رضت الناس كلها يعني تاهي الهام الفضالة تلبس تنن على راسي أكيد إيه ومحتشمة ويعني وكلاس وفاشن رايت فيني لا ما هو لازم يجي هنا يعني يتأكد لما تروحين العراق ونسين فنوف هذا ما عندي مشكلة والله العظيم يعني شوفي أنا مو القصد يعني أنا يمكن أحب شوي أبرز وليش ما تكوني متعمدة اليوم زمن الشو والله العظيم رح أقول لك شغلة تفضلي أقسم بالله أن أنا بريئة والله العظيم نسبة 10% بريئة والله العظيم فيني براءة يمكن الناس اللي تتقرب مني يعني تعرف شكد أنا بريئة شكثر أنا يعني مو خبيثة يمكن أنا أحيانا أتصرف على نيتي وهاي النية شوي تأذيني والله العظيم بس مو قصدي أن أنا مثلا نفس اسمك تم تحريفة جليلة وجليلة جليلة الحياة جليلة الحياة راح أقول لك شغلة أنا لما أشوف هذا الاسم بالسوشيال ميديا أضحك تضحك هنا إنه مستخدمين اسمك بمعنى آخر جليلة الحياة ذكرني بالمرحوم الله رحمه خالد النفيسي جليلة الحياة جليلين الحياة فبالعكس الاسم يضحكني ولو أنا مو مؤثرة ولو شوي ما راح يستخدمون هذا الاسم وأنا ما يضايقني على فكرة والله العظيم ما يضايقني ما يضايقك نهائيا ما يصير لا يمكن أول شيء كنت أضايق الحين صرت أضحك كل ما أشوفه أضحك أضحك من قلب لأن خلاص تعودت على الهجوم أنت تعتقدين عندك مضمون؟ طبعاً أوكي مع أن الكل يطالعك عينك شكل جسم كيفهم؟ وزة كيفهم؟ كيفهم بس أنا مجتمع شرقي الرجال أهم شيء يطالع المرأة الجميلة أكثر كل واحد ونيته يعني كل واحد ونيته كل واحد وشون يفكر كل واحد وشون متربي أنا مثل ما قلت لك طالعة خلنا نقول بالسوشيال ميديا أوكي. الحمد لله وضعي ماشي عندي إعلاناتي عندي شغلي عندي البراند مالي إن شاء الله قاعد يكبر يعني عندي مضمون أنا مو طالعة قاعدة أستعرض إيه بس في الأخير أنت ما كتبت كتاب يعني ما ألفتي موسوعة يعني لازم ألف كتاب موسوعة عشان في ناس يقولك إن أنتوا ما قدمتوا شيء حق لا يعني يتابعني حق المجتمع إيه ليه يتابعني اوكي لا يتابعك يتابع يعني كل فنان يعني كل فنان كل ترى متابعين لحظه كل فنان عنده مضمون كل فنان عنده مضمون اللي يستمر عنده مضمون والله انا اشوف نفسي عندي مضمون اللي شايف عكس كذي لي يتابعني بكل بساطه انا انسانه سلسه انا مو عجبتني مي ما اتابعها تبين تقنعيني جديدة بالدايركت ما في كلمات مني 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 شلون يعني في ناس يدشون يظنون فيك ظن سوء صح إيه؟ وايد كثير وتزوج صور قليلة أدب كثير. ومنحرفة و... كثير 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 بنات ولا شباب بنات ولا شباب بنات وشباب سواء الشاب لما يدز صور احنا عارفين ريال حركة فيه غريزة البنية إن شاء الله تدز صور إيه والله يعني. العظيم يعني وصلنا وصلنا الزمن البارحة كنت قاعدة أسولف السوشيال ميديا صار قدر ليش ما يكون بسببكم؟ أنتوا تقدرون تخلون المكان على قول على قولتها المكان ده طاهر وحيفضل طول عمره طاهر أوكي وأنت تقدرون بص أقول لك على حاجة شوفي أنا لو محجبة وكذي أوكي راح يدزولي على الدايركت ليش؟ الله محجبة لا بس محجبة وكذي ما راح يكون حتى الطمع فيها نفس لما تلبسين فنوف نفس هذا في العراق كيفهم يعني أنا الحمد ربك ما خطفتي لا مو لهالدرجة ترى على فكرة رايحة بغداد صح؟ أي. والله راح أقول شغلة أقسم بالله مو مجاملة بس الأمان اللي شفته ما توقعته بالعراق عشان كذي مسكتي في حليمة خلافك معها لا لا راح أقول لك شغلة أول شيء حليمة للحين لها معزة عندي بس زعلانة أنا اللي زعلانة أنت هي زعلانة ولا هي اللي زعلانة هي كيف تزعل بس أنا زعلانة ليش يمكن يكون لها حق يمكن أنا يكون عندي حق يمكن هي يمكن أنا غلطانة أوكي يمكن هي غلطانة أوكي أنا للحين بالعكس حليمة أعزها وأحبها وما أنسى عشرتي وعارفها من زمان من قبل ما أنا أدش السوشيال ميديا على فكرة أوكي بس صار خلاف بيني وبينها نفس أي اثنين حتى الأخوان يصير بينهم خلاف أوكي
اي حط شوفي انا راح اقول كلمه واحده وتنفهم مثل ما تنفهم. على قولة اللبنانيين انا ما بعرف بيض طناجر. اوكي انت لو اختي حتى لو اختي اي قلت شيء انت غلطانه. اوكي ما يزعل. فلما انا تكلمنا انا وحليمه بالموضوع قلت لها انت غلطتي بهذا الموضوع وكذا وكذا وكذا. هو خلينا نوضح عشان الناس اللي ما شافت ان هي كان جاي لها عرض ان تروح للعراق بغداد وصادف ان قبلها صارت اكثر من عمليه اغتيال حق شخصيات معروفه داخل بغداد منهم ترى فارس وحسن ورفيف ويعني مجموعه. فمن هي خايفه يعني على قول يعني صدق يعني ولا تلقوا بانفسكم ولا تهلكوا بغض النظر عن الشعب العراقي الشعب الشقيق. اوكي يصير انا اطلع اقول شغله واندم عليها بعدين؟ هل الناس مسؤوله عن تصرفاتي؟ كل انسان بالعكس انا طلعت دافعت عليها. انت لو تشوفين الفيديو انا طالعه دافعت عليها. اي بس هي عشان في علاقه في صداقه يعني مثلا انا وياها احنا ما في صداقه ما بيننا. يعني انا طلعت دافعت بس قلت يعني انا وقفت ويل حق قلت فلان غلطانه انا ما غلط. انا مو لازم اطلع ابيض طناجر على قولة اللبنانيين عشان اكون انا بالسيف ساد ومو غلطانه. مي تبي انت زين مني زعلي بس انا طلعت دافعت عنك بس بنفس الوقت لازم اكون محايده. هذا الشعب رفعني، هذا الشعب شهرني، هذا الشعب شالني على راسه استضافني. ما اقدر انا اوقف ضد شعب كامل في 50 مليون مقابل شخص واحد. صح انا طلعت دافعت بس بنفس الوقت لازم اكون محايده. كلامي ما يزعل. اوكي بس هي زعلت. زعلت لان هي صار الطق فيها من كل صوب يعني العراقيين قاموا يهاجمونها. انا ما هاجمتها وهم لهم حق العراقيين يردون عليها لان الكلام كان موجه حق العراق بلدهم انه بلد ما في امان احنا لو رحت انا هناك راح اموت. اوكي وراح يخططون علينا. من حق اي انسان لما يسافر بلد يبي نسبه امان. يعني الحين كل واحد قابل انه يقبل انه يروح مثلا فلسطين. فلسطين في ناس قاعده تنذبح بس بعد يعني سوريا. اهل البلد ما راح يرضون انه حتى لو بلدهم يعني ما فيها امان. ما يصير مثلا اقول لك مثلا مي انت بلدك ترى ما فيها امان. انت ما ترضين. انت ما راح ترضين صدقيني. في حد بيقول لي ما في ما لا تجينا خلاص ارتحين حياه سهله. بس هنا هي يمكن في ناس نظرتها بس هي نفاق. انت قاعد تنافقين الشعب العراقي على حساب ليش انافق على شنو انافق شعبيه وتعالي حط لك البوست مالك بالعكس البوست مالك في كل يعني بروفايل عراقي نحط انت اللي كسبانه يا جليله. لا والله والله العظيم راح اقول لك شغله مي انا عمري عمري ما يعني ما طلعت على كتف احد. والدليل ان انا حليمة اعرفها من زمان. كم سنه علاقتك بها؟ من 2009. 2009 يعني جربتها على 6 سنين. اوكي سنين. بحياتي ما حتى قلت يعني هي كانت مشهوره حليمة من زمان مشهوره من زمان مشهورة. نجمه. اوكي ليش بوقتها انا ما طلعت على ظهرها او مثلا ما حبيت اني اشتهر من وراها؟ بس اول موضوع صار فيه سوء تفاهم. وقلت لك بين اي اثنين حتى الاخوان حتى مصاري البطن تتضارب. اي بس يمكن هي حساسه يعني انا اقول شيء مثلا انا لو اتكلم عن الموضوع ممكن هي عادي عندها بس لان انت صديقتها تحسست من الموضوع. يجوز بس انا بالعكس يعني للحين معزتها بقلبي مع انها جرحتني بس حليمة جرحتك بشنو؟ ايش قالت؟ صار يعني ايش قالت لك؟ صار فويس يعني من مو منها من وحده صديقتها يعني غلطت فيني. هي دازت لك من تليفون حليمه ولا من تليفونها هي؟ لا يعني حليمه سمعتني فهي سمعتني الفويس انا انجرحت. وتدرين عيال الحلال كثير يدورون اي في ناس تموت على ان تطق الناس ببعض. بالعكس الله يسامحهم انا للحين والله لو اشوف حليم بالعكس راح اسلم عليها لان ما انسى عشرتي معاها. بالعكس قضينا ايام حلوه وهي صديقتي واختي يمكن تعرف عني شغلات حتى يمكن اهلي ما يعني من كثر ما هي قريب يعني قريبه مني. فبالعكس اوجه لها تحيه وعزيزه وغاليه. ما تتمنين ان انت تدقين عليها؟ والله انا تدري راح اقول لك شغله تضايقت ان انا جيت الكويت وما شفتها. يعني حزت في خاطري والله بس ان شاء الله يتم الصلح يعني ان شاء الله. يعني قلتهم الخلاف وارد. صحيح صحيح. انت قلتي مره انا اخاف من الكبر. اخاف من الكبر واخاف من الموت. ليش تخافين من الحساب؟ مسويه وايد جديده؟ لا والله العظيم. ولا حقولك شغله وقفه بعدين يعني
راح اقول لك شغله، انا اخاف من الموت حساب مو صدقيني يعني اللي الله كاتبه راح يصير. يمكن انا شغلات اسويها بيني وبين نفسي لاحتساب الاجر عند رب العالمين. يمكن انا سفور مو محجبه اوكي، بس انا اصلي. يمكن ناس تشوفني انا يمكن عاصيه، بس انا بين ما تعرف شنو بيني وبين ربي. بس يقول لك الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. انا الحمد لله ما قاعده اسوي له فحشاء، يمكن انا غير محجبه. اغراء اغراء لا تقولي مني مني تفتنين الرجال يا جليلة. شوفي راح أقول لك ما هي شغلة والله. عشان تقولون جليلة حياة شفتي؟ يجوز. بس أنا راح أقول لك شغلة والله العظيم، أنا طالعة وياك اليوم أريد الناس تعرف شنو جليلة. أو أنا هذا اللي بي. راح يوم أترك هذا كله. والله راحين راح يوم. تعتقدين قريب ولا بعيد؟ ما أدري. ما تدري؟ بس راح يجي يوم أترك هذا كله وما أدري الله وين راح يحطني، المكان اللي راح يحطني فيه. الله ما يظلم عبيده. بالضبط. ودائما احتسب يعني دائما مثلا الشغلات المشاكل اللي صارت لي الفتره الاخيره واللي صارت لي مع العياده اللي انا الوجه الاعلامي بيلا روما طبعا رواد اوجه لها تحيه عانت معاي حتى هي هجمت اوكي انطعن بشرفها. انسانه تسوي اعمال خيريه فوق ما تتصورين مو محجبه بس يمكن عند رب العالمين احسن من وحده منقبه مع احترامي يعني طبعاً. اوكي أخاف من الموت لأن ما أبي أترك أمي. فراق أمك يعني لي شيء كثير. بالضبط يعني أنا راح أقول لك شغلة أول مرة أقولها ببرنامج والله العظيم إن أنا يمكن كل الناس ضدي ومن ضمنهم أهلي. أوكي أمي اللي انحازت لي. أمي اللي معاي أنا عايشة مع أمي أنا أهلي ما أدري عنهم. أنت الوالدة كانت تعبانة أنت حتى أجلتي ييتك أسبوع عشانها. أجلتي ييتي لأن كان عند أمي فحوصات الله يعافينا وعافيكم. أمي تتعالج من سرطان الثدي وأول مرة أقولها. الحمد لله رب العالمين تعالجت بس عندها فحوصات وأشعة وشغلات وأنا المسؤولة عن أمي من A to Z. ما أخلي أي أحد يعني ما أخلي أي أحد يكون مسؤول على أمي غيري أنا مع أنه أنا أصغر واحدة من البيت. خوف من التقصير صح؟ خوف من التقصير وأبيها دائما تكون راضية عني. هي تعبت عليك وايد. تعبت علي والله العظيم مي أن أنا أخاف من الموت ما أبيها تكون يعني ما أبيها تتم بروحها. وما تخافين باكر من الوحدة بعد عينها بعد عمر طويل ما تحاولين تسوي لك أسرة بديلة. يعني احاول انسان يحتاج الى عائله اسره بس صدقيني يعني الشيء هذا ما يعوض وجود الام. طبعا الام شيء ابدا أنا. يعني ابدا يعني انا بمجرد ان امي منحازت لي هذا الشيء يمكن عوضني عن وجود والدي يعني الله يرحمه. انت الوالد واخوانك توفوا صح؟ والدي واخواني توفوا بس انا يعني يمكن قصرت يعني بحق أبوي بيوم الأيام. أنا العزيزة علي دمعتك صراحة جليلة بس يعني وأكيد الكلام عن الأم شيء مؤثر لأن الأم شيء عظيم وهي تحبك أكيد لأن مقدرة هذا كله. لا هي وايد تحب يمكن أنا المفضلة عندها هذا الشيء اللي خلى يعني يخلي خواتي يوقفون ضدي لأنه أنا المفضلة عندها بالبيت. هو العائلة كلها مزز ولا بس أنت المزز؟ لا بس أنا بس أنت المزز. أوكي مو انت ما انا ما بيكم تجون تجون عندي تبكون انا يعني قاعد نتكلم تدري يعني ما يصير انت اليوم حل الاسبوع اللي طاف. تدرين ليش؟ لان الناس ما تعرف شو يعني هم على بالهم انا بس شكل ترى بدون مشاعر ولا احاسيس. ليش بشر بني ادم يعني اللي صار لي الفتره الاخيره بالسوشيال ميديا متعرضه يعني وقت تاذيت جدا الناس حتى الناس على بالهم انه يعني يعني طعنت من كل الجهات وما تكلمت سكتك وشايفين ان انا لما اطلع ادافع عن نفسي شافوش قويه الحين يشوفون شو ضعيفه مو هذا مو صالحك. لا مو سالفه ضعيفه بس زين بليز كلينكس حديب لنا كلينكس زين نطلع فاصل عشان شويه تروق جليل. خلصت دموع؟ اي خلاص الحين صباح بحر راح يتشمت.
هذا الاسم بالذات اللي قاعد تقولينه احس يعني بغض النظر عن اللي صار بس احس في كميه رجوله مو طبيعيه الاسم اسم صبحي راجل وسيد الرجاله صبحي زين الحين نبي نفرفش شوي اي خلاص خلنا نضحك يا معلم شنو السالفه عشان الاشكال فين اشكال راح تنطر بس طلع مزه اليوم انا مي ها طلع مزه انا اليوم انت مزه اساسا اي والله إيه؟ شوفوا ده انا اليوم شفت ناس مو شايفتها من سنه جايين عشانك مو جايين حق البرنامج نجلهم تحيه الله يحفظك ويخليك زين انت لما تقولين انا راح يجي اليوم واترك هذا كله طبعا زين وما انت عارفه اذا هو قريب ولا بعيد طبعا انزين ما تخافين ان يجي وقت لا سمح الله طبعا بسم الله عليك يصير نفس ما صار فؤام الدحماني قمنا الصبح ما لقيناها وئام الله يرحمها يعني وئام رفيجتي ترى صديقتي ادري بس شو ما كان في شنو اشياء قاعدة يعني ما أقولش يعني ما كان في مقدمات قمنا الصبح ما لقيناها رغم إن أنا كنت أختلف وياه في بعض الأشياء أذكر. أوكي زعلتي زعلت لأن بنية بعز الشباب يعني كان عمرها كم 32 يعني بنية صغيرة يعني هو صج ما تغلى على الخالق طبعاً أوكي بس مو خايفة إنه يرشم قلت لك أنا يعني خايفة من الموت يعني الحمد لله رب العالمين يمكن أنا صح عندي شغلات غلط بحياتي وأنا أعترف تعترفين في خطأ طبعا عندي طبعا هذا يعني لبسي بمجرد أن أنا اليوم طالعة قدام الملايين من الناس قاعدين يشوفوني أنا يعني وسفور مو محجبة هذا غلط هذا حرام أوكي معترف أنه طبعا حرام. وجودي بالسوشيال ميديا هذا حرام ان انا الناس تشوفني لابسه يعني لبس ضيق او معالم جسم مبينه او شعري طالع او هذا حرام اوكي انا اعرف يعني ما راح اطلع ادافع اقول لك لا اوكي انا عارف ان في شغلات انا اسويها حرام بس الحمد لله من نواحي اخرى انا مو مقصره مع ربي والرموش مش حرام اكيد حرام حرام يعني معترف والاظافر حرام يعني انا قاعده اقول لك يعني مو يعني ما راح اتشذب عليك يعني ما راح اطلع اسوي يعني امثل واسوي مثاليه قدام العالم مثل ما كثير يسوون ما راح امثل يعني قدام العالم انا اعرف ان شغلات وايد اسويها حرام اوكي بس يمكن شغلات بيني وبين ربي ان الله غفور رحيم مثل ما هو شديد العقاب اوكي بس يمكن رب العالمين بيوم من الايام واتمنى يهديني وابتعد عن هذا كله تخافين من الشيخوخه طبعا تصورين نفسك بعد 20 30 40 سنه شلون شكلي بيكون تدرين ما راح اقول لك شغله والله العظيم انا احس لو وصلت ل 50 يمكن ما ادري ايش يصير يعني والله العظيم عندي فوبيا من العمر تدرين ليش لان اول شيء انا اصغر واحده بالبيت اوكي فدايما احس نفسي طفله يعني مثلا اليوم صديقتي تقول لي يعني تحدتي مثلا بيبي زوجي قلت لها انا بيبي شلون اجيب بيبي يا ولد يا ولد والله انا احس نفسي عجبتني الثقه لا انا صغيره يعني اصغر واحده في البيت اصغر واحده بالبيت فامي دائما تحسسني اني انا ما اقدر اسوي شيء بروحي للحين افكر اليوم هذا والله العظيم فاحس ان انا بيبي انا ياهل شلون اجيب ياهل يعني انا ياهل اربي ياهل شلون فأحس أن شوي يعني الموضوع صعب علي من ناحية المسؤولية لأن أحس نفسي بعد الصغر يمكن هذا غلط صحيح يمكن هذا غلط أكيد غلط مو يمكن يعني هو أنت يصير عمرك 50 ما في بيبي ما في دنيا ما راح يصير عمرك 50 ليه لتك العمر أخاف منه ماي تخافين منه بس بي اللي تخافين منه ترى الله يوصلك له لأن لازم يكون عندك ثقة إنه شوفي راح أقول لك شغلة هي رحلة هي رحلة صح بس بعد هذا الاهتمام كله بنفسي أحس لو وصلت لخمسين كل هذا يروح ليش مو ممكن تظلين حلوة فنانة كبيرة سعاد عبد الله كاهل للحين جميلة صحيح مو نفس ما كانت 18 20 21 بس للحين لما نطالع يا أخي وردة جميلة صح. نتعلم منها إن لو نوصل أي عمر صحيح. يكفي الاهتمام وحالات الروح صحيح يعني كثير فنانات بعد ما اريد اذكر اساميهم مربت امين
اخاف ما اخاف يزعلوا يعني اخاف يعني القضايا ما قضايا ليش تحت حتتكلمين عنهم وتتكلمين سب وقذف؟ لا بالعكس يعني شوفي مثلا يعني خلينا نقول فوق الأربعين عشان ما تزعل مثلا هيفا وهبي كثر جميله جميله لما الحين مزه يعني جميله جميله الى ما اعرف اتمنى اوصل لسنها واكون بهذا الجمال والله. مو في ناس وايد متعقده من هيفاء وهبي عشان كذي يتصدمون فيها بالضبط تظل بس تظل هيفاء هي الستاندر ما في غير هيفاء وهبي واحده طبعا واحده وما راح تتكرر طبعا سواء مرأة او رجال على قولته هو ربنا عارف هو طبعا اوكي متى تحسين بالضعف؟ لما انظلم معي تدرين أنا وايد قوية؟ تدرين أنا يعني أنا كثير قوية قدام العالم وشخصيتي يمكن أنا يعني أمي ربتني على هاي القوة وخدت هاي القوة من أبوي. إيه خدت هاي القوة من بابا الله يرحمه بس تدرين متى انكسر؟ بالليل لما أقعد بغرفتي أسكر باب غرفتي علي وأنكسر بيني وبين نفسي. لأن أحس عيب حد يشوفني مكسورة وضعيفة أحس هاي يأخذونها علي كنقطة ضعف. لأن بهذا الوقت. بهذا الوقت اللي احنا فيه احس عيب اكون ضعيفه مع انك قلتي مره قلتي انا مرات اكون محتاجه ظهر اي انا ما عندي اوكي ظهر. ليش ما عندي ظهر اليوم ظهر. اليوم انا المرأة عن 1000 رجل طبعا اي طبعا بس احيانا المراه تحتاج الى ظهر اب اخ تعتفي مين هذا كلهم بيقدروا يروحون بيوم من الايام بس انا بحياتي ما حسيت حتى وانا طفله حتى وانا يعني طفله ما حسيت ان انا عندي ظهر غير امي مهما كانت المرأة قوية مي ما راح تحسين والدي منفصل عن أمي الله يرحمه وأنا آخر مرة شفت والدي الله يرحمه كان عمري 3 سنين ثلاث سنين فما حسيت بوجوده يعني ما يدق عليك ما كان يدور كان يدق علي أوكي. يعني كان يدق بس بين فترات طويلة لما كنت أكلمه مي ما أعرفه ما أعرف شنو أقول له ما في مشاعر ما أعرف شنو يعني الله يرحمه يا رب بس الحين أنا أتمنى هاي اللحظة ترجع يعني أتمنى دقيقة من هاي اللحظة ترجع علشان الشعور اللي أنا ما كنت أحسه قبل الحين حسيته لما كان يدق علي ما كنت ما أعرف تهربين منه تهربين منك أنت إيه فما في مشاعر تهربت منه يعني كثير صراحة يعني الله يسامحني بس أتمنى لحظة واحدة من هاي ترجع بس علشان يعني أعوض الإحساس اللي أنا حاسته الحين مع انه هو مفروض انه ما تقصرين نفس ما انت مو مقصره مع والدتك مفروض انه ما تقصرين مع والدك لان الله راح يسالنا هو اب واحد وام واحده ما في صغيرة ما في كوبي ما كنت صغيره ما كنت اعرف شنو الوالده ايش يعني. تقولك والله العظيم ان امي حبيبتي قاعده تشوفنا الحين كانت دائما تقول لي كلمي ابوك دقي على ابوك اوكي ردي على ابوك كنت طايشه يعني كنت أقول خلاص هاي السنة بسافر أشوفه خلاص السنة وين ساكن كان في المغرب كان بالمغرب الله يرحمه هو متزوج عنده بنتين أوكي بس يظل أنتوا عياله بس أنا يعني أمي بصراحة ما قصرت بس أنا ما كنت أعرفه مي يعني أنا معذورة ما قاعدة أدافع عن نفسي بس تخيلي ما كنت أعرف لما كنت أسمع صوته ما أعرف شنو أقول له أقول له عمي أقول له بابا أقول له ما كنت أعرف شنو أقول له اسمه ورا اسمك بابا الله يرحمه يعني أنا يمكن هذا الشيء الوحيد اللي أول مرة أقوله أنا جدا ندمانة والله العظيم أتمنى بتقصير تجاه والدي عشان كذي أنا مش مقصرة ولا 1% ويا أمي إيه بس الدنيا أنتي ليش ما تقولين أنت كنت الدنيا ما أخذتك صغيرة أبي ألبس أبي أكشخ أبي أروح أبي أرد أبي أسافر أبي ما كنت حاسة بهاي القيمة الحين حسيت بهاي القيمة هاي حس أتمنى ترجع دقيقة واحدة لا ما في شيء فشا ما تعوض أدري وعلى فكرة أنا وايد أشبهها يعني تشبهين وايد وايد أنا ما أشبه أمي أشبه أبوي أوكي يعني هو الله يرحمه يعني يحق له يتزوج مرة ثانية مدام حلو أمي وايد تعبت معه أمي تعبت معه الله يرحمه يعني ما تتخيلين كل يوم يا واحدة ما شاء الله لا إله إلا الله كل يوم يا واحدة الله يرحمه لا عيل هي يحق لها أنها تنفصل عن الوالد الله يحفظها يا ربي يعني شوفي هذا لو كان فنان كان حيصير عنده كده ما شاء الله عليه ترى أبويا من أصول إسبانية يعني
جميل وين يعني جميل ما شاء الله عليه شويني شو شنو أنا جميلة أيوة الله يرحمه إن شاء الله ويرحم والدتك يا رب أجمعين متى تحسين بالقوة أنا قوية ما حد يكسرني أنا اللي بكسر كل يوم كل يوم من أفتح عيني ماي من النوم أحس إن أنا قوية أحس من أحس إن أنا عايشة وقاعدة أتنفس أقول هذا يومي أنا قوية تتسلطين مرات على الرجل لما يكون في علاقة حب شوفي تتسلطين أنا بكون أقوى بالعلاقة منه شوفي بالنهاية المرأة دائما تكون ضعيفة قدام الرجل لا نكذب على نفسنا مهما كانت المرأة قوية دائما المرأة تحس إن دائما لازم يكون الرجل أقوى منها عشان تحس بأنوثتها بس أحيانا أنا شوي متسلطة شوي عصبية عشان متسلطة تبحثين عن ظهر مو يعني متسلطة متناقضة لا شوفي يعني شنو أقول لك أحيانا أحس إن يعني شوي أفور بس أرجع يعني شوي ال شفت هاي الإيجو مال الشهرة شوي تأخذني بس أرجع لأن بالنهاية نفس ما قلت لك أبي ظهر أريد ظهر يكون موجود بحياتي بس بنفس الوقت أتناقض أنا متناقضة يعني عندي شوي تناقض بحياتي مجموعة إنسان بالضبط نطلع فاصل دقيقتين ونرجع معاك نكمل جليلة ورجعنا مع جليلة ورجعنا هاي أخطر من الساعة الحبيبة حبيبتي بس إيش سؤال أنت كم مرة خطبتي ليش وايد يعني تقريبا مو يعني مش وايد بس الزواجات ما فيش لا ما تزوجت ليش الله ما كتب الله ما كتب ولا ولا أنت متسلطة لا والله يعني أنا جدا عاطفية ترى أنا برج السرطان اللعب عليك مرات جليلة شوفي أنا لعبة الحب دائما في كسبان وفي خسران يمكن خسرت مرة واحدة أوكي غصب عنك ولا أنت تنازلتي أم صار في خيانة في الموضوع صار في خيانة وأكيد أنا لازم أتنازل حفاظا لما وجهي وحفاظا لكرامتي بس اللي يبيك ما يتركك جليلة أحيانا الشخص يترك يعني شان أقول لك مو بإيده أو مو بكيفة مو بكيفة طبعا في ريال الحين يعني يصير مو بكيفة طبعا يتخلى ومن تخلى ترى شوفي أنا يعني الشخص إذا أنت تخليتي عنه أكيد الطرف الثاني راح يقعد يحاول مرة مرتين وثلاث لما نشوف أن أنت ماكو أي تجاوب خلاص حياة تمشي ينكرك في حياته ولا لم الحين يقدر يتكلم عنك ولا ينكرك تقدرين تسألين بس أنا عن نفسي أنا أكيد أنكر وأحقد تحقدين عليه ولا على لخانتك لا أحقد عليه أهو عليه أهو طبعا طبعا أحقد تخلى عنك يمكن خاف من فضيحة كل شيء جايز كل شيء جايز طبعا زين نتحكي بصراحة بدون ذكر أسامي ما في أسامي بنتي ارتبطتي بعلاقة حب مع فنان مصري كبير أوكي كان في تبادل مشاعر من الطرفين أوكي يت تضحكين ليش لأن لعبة الحب والعشان في خيانة شوفي يمكن الطيبة والسذاجة اللي أنا كنت فيها إنك قربتي صديقة حقك منه مو صديقتي ما كانت صديقتك ولا بحياتي أعرفها أوكي ما أعرفها ما أدري ليش يقولون صديقتي أوكي بحياتي ما يعني يمكن هالموضوع شوي يعني حساس بالنسبة لي حساس إذا ذكرنا أسامي أي بس مو صديقتي أوكي. مو صديقتي ولا... بس هي من نفس بلدك لكن هي لفت يجوز هي شاطرة عرفت تاخذي منك؟ طبعا تعترفين؟ انا على فكره للحين واليومك اقول هي شاطره هي اشطر منك بغض النظر عن الطريقه قادره تمثل عليه قادره تجبره قادره يسوي له اللي هي تبي وهي ما شاء الله يعني ما تعدي سنه من غير انجاب كنا متزوج قطوه
شوفي مي، راح اقول لك شغله. انا يمكن دائما اترفع وهذا الموضوع قديم وبالنسبه لي خلص وانتهى، بس لما الحين قاعدين نكش فيه على فكرة. حتى الحرب الاخيره اللي صارت ليش كانت بسبته؟ طبعا بسبته هي لان الشخص هاي اللي انا يعني الشخص هذا اللي انا ما ابي اقول اسمه، ما اريد اقول اسمه، منه اللي كان قاعد يمول هاي الحرب كلها وهو واقف بعيد اساس انه يعرف يمثل سو بالضبط. فانا اللي تاذيت بالنهايه، وانا الناس اللي لاني دافعت عن نفسي وراح اضل ادافع عن نفسي اليوم. زين انا بسالك سؤال، ايه الحين لما تيجي قاعد تحرك السوشيال ميديا، انت الحين انسانه خارج حياته طبعا من زمان والموضوع، بس هي خايفه، بس هي خايفه من رجعتك، خايفه من رجعتك حقه. مستحيل طبعا، هي خايفه، هي لو مو قاعد يفكر فيك، هو لو مو قاعد يفكر فيك كانت ما تحتاج انه تجير في السوشيال ميديا اشخاص، او بلا صح هو جندهم دون المستوى، شخص واحد ودون المستوى جند اشخاص وتشكرهم علنا يعني عيب. زين ريلها وين زوجها هذا، ولا هو جوز الست يخاف يقول للمدام، يقول للمدام لا المشكله اكو شغلات ما اقدر اقول لك اياها على الهواء. اوكي لازم، مو كل شيء يقال صحيح، بس عيب جدا، وهذا الشيء ما يشرفني، والاشكال هاي اصلا ما اتشرف يعني اتكلم عنها. بلس موضوع عندي انتهى من زمان والله. بس قاعد تحارب هي، هي لما الحين اعتبرتك مع جزء من معركتها، خلت حارب اوكي، خلت مع ان هي قاعده، هي يعني هي في داخل بيته وقاعد تجيب منه اولاد وقاعده، المفروض ان هي اكثر واحده مرتاحه، خلت حارب. بالعكس انا ما ادري اصلا، انا ما اعرف ليش الحين هي حاطتني براسها، مع انه هو عنده كثير من المعجبات. وعلى فكره اقول لك شغله مي، والله العظيم وراس امي ان انا الموضوع مو ببالي ولا ادري عنه. يعني انا مستغربه من هاي الحرب اللي شانينها علي بدون اي سبب، وانا ما ادري للحين اليومك هذا والله العظيم شلون الموضوع انعرف بالسوشيال ميديا. انا بحياتي ما تكلمت عنه، هي انا ما تكلمت عن الموضوع وشفت حياتي بس انا نسيت الموضوع من زمان. بس هي مو نسيته يعني، هل تتوقعين انه قاعد توصل لها معلومات؟ احنا مثلا زوجها هذا الفنان انه قاعد يحاول انه يدز لك مسجات، او انه هذا، وانت طلعت قلتي مسجاتك مسجاته موجوده. طبعا كل شيء موجود، بس اضطريت اتكلم واقول لان اللي صار دفاعا عن نفسي. انا بحياتي ما طلعت وتكلمت، قلتي له لمي راي زوجك، شلون قلتها بالمغربي؟ اي قلتها بالمغربي. زين شدي رجلك لم الحين، اي لم الحين ليش لي زعل اذا انا قلت مثلا مي لمي ريلك؟ ليش زعلتي؟ شو اللي زعل بالموضوع؟ انا عارف ان ريلي مو مضبوط، وتشنين علي حرب وتشوهين سمعتي، وصار قذف وسب وتشويه سمعه وشغله قذره. طبعا يعني الشغله قذره صارت ويا ناس قذرين، بس كل واحد يسوي اصله ويروح للناس اللي بمستواه نفس الليفل ماله. اوكي هو بس ايش سؤاله، هو لما يروح دبي حاول يكلمك؟ يس اور نو؟ الموضوع تسكر، تسكر مو كل يوم، مو كل خميس ويوم مبطل الموضوع، وصار في سوشيال ميديا وبروفايلات ترى على يشتري يتفرج. ترى راح اقول شغله مي، والله العظيم اللي يتكلم ويقول شهره تبي تشتهر وتبي تشتهر، انا مو محتاجه هذه الشغله هاي. على فكره انا الشغله هاي ما تشرفني للعلم. شغله شنو هي المشكله؟ الشغله هاي اللي انت تكلمتي عنها، موضوع هذا الموضوع كله السوشيال ميديا، العلاقه لا العلاقه، العلاقه ما تشرفني. كل اثنين، كل انسان يغلط، انا غلطت بحق نفسي لما دخلتي حياتك طبعا، وهو ما كان قدر المسؤوليه طبعا، كان يخاف من فضايح. راح اقول لك شغله، انا لما ادخل رجل بحياتي لازم يكون رجل، ونقطه على السطر. يعني انت دخلتي على انه رجل وبعدين طلع مش رجل عشان ما قد ما كان قد كلمته او طبعاً وعده او طبعا طبعا طبعا. انا لليوم لما ادخل انسان بحياتي لازم يكون رجل، مو اي شخص تشوفينه بالشارع هذا رجل. زين هذه العلاقه او اللي صار فيها هاي نقطه سوداء بحياتي اعتبرها، دخوله هذا الفنان في حياتك واني بادلتي حب طبعا، ما كان قد نقطه سوداء بحياتي، وجدا زعلان عليها وجدا زعلان على نفسي والله العظيم. اول مره اقولها ومعك انت، عشان كذي انت ما تعقدتي من السالفه جليله. راح اقول لك شغله، تشكين في كل رجل؟ راح اقول لك شغله مي، مع احترامي لجميع الفنانين وجميع، بس انا لو تذبحيني ما ارتبط بفنان. بس حبيتي فنان غلطه ندمن عليها وبقول لك واسمعيها. اوكي
هي غلطة وما راح أكررها ومستحيل تتكرر مع احترامي للكل وعلى راسي. أوكي نهائي. حياة الفنان متعبة؟ متعبة وما تناسبني تماماً. إذا أنا مشهورة وهو مشهور وأنا إنسانة غيورة. يعني تعترفين أنت غيورة؟ طبعاً أنا غيورة. مو قلة ثقة بنفسي مي، بس أنا غيورة أغار على الشيء اللي أنا أملكه. أنت معاي؟ يعني أنا إنسان غيورة جداً 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 إلى حد الجنون، ولكن دائماً أبين نفسي أن أنا ما غار. بس أنا داخل قاعد أحترق. زين جليلة، لما أنت تقولين إن ان انت ما انت سعيده بان السوشيال ميديا قاعد يداولون هذه العلاقه، طبعا. اوكي، الصور وين طلعت؟ من منو طلعت؟ على فكره هاي صور قديمه. اللي طلع الصور راح اقول لك شغله، الصور لما تصورناها كنا بمكان عام، ما كنا يعني ما كنا بمكان خاص. اي بس في كنا عيد ميلاد وناس عيد قاعدين. عيد ميلادك؟ عيد ميلادي. اوكي، ناس قاعدين، ناس كثير كانوا قاعدين. يعني التصوير أصلاً ما كان بتليفوني، ونص الصور النازلة أنا مو موجودة عندي. إيش رأيك؟ والله العظيم. وهو كان محتفظ؟ ما أدري. يعني الشيء صار لسنين. ليش طلع الحين بالذات؟ لأن هي تحاسن هو يفكر فيك. الزوجة دائماً إذا واثقة من زوجها إنه هو هي الأساس عنده، أو إنه دائماً هي تطيح عليه، شوف في أشياء. دائما في احد تخاف منه، انت يظهر الجزئيه اللي خايفه منك. والله انا ولا ببالي، اقسم بالله، لا هي ولا زوجها ولا هاي الشغلات كلها، انا مركزه بنفسي. وقاعد عايرونك الحين، يقولوا لك انه هو ياب عيال ثلاثه وانت ولا. خلي بدرزن، انا شكو. خلي ان شاء الله يجيب فريق كره، انا شكو. هو تزوج واستقر وقعد على اساس انه فرحان قوي. فرحان قوي هو يدري. والله شوفي ميرا، انا كسر خاطري والله في اخر لقاء حقي لما نزل راسه بالارض، والله يصعب على الكفر. كل انسان يتحمل مسؤوليه تصرفاته. وانا اذا للحين ما ارتبطت، فانا لاني ما ابي ارتبط. ويمكن عدم زواجك لهذه اللحظه ويحس ان انت ناطرته. منو؟ هو يحس. خلي يحس بكيفه، على اساس يحس هذا الاحساس؟ طبعا احساس غلط. ما تزوجتي فمعناه انت ناطره يرجع؟ ما اقدر. لا 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 لا، معلش انا يعني ما يعني هذا الموضوع غلط تماما. هم يفكرون كذي بكيفهم. يعني انا اتوقع انت لو تتزوجين زوجته تحل عنك، لان خلاص تحس انت عاد بكيفها. يعني انا ما راح اتزوج علشان تحل عني. يعني انا يعني يمكن الموضوع شوي انا مأخرته، ما يعني ابي اتزوج عن قناعه، ما اقدر. عن حب؟ طبعا عن حب وعن قناعه، ما اقدر. بس الحب ممكن بعد الزواج يتبخر نفس اي شيء في الدنيا. مو انتوا كنتوا ها كل شيء كان حلو بيرفكت ممتاز، دش احد في النص خرب الستوري. اي بس صدقيني ماي، انا ما اقدر اتزوج غير عن قناعه وعن حب، لان انا مو مضطره ومو مستعده ان انا اتزوج وبعد بعد بفتره انفصل. مو مستعده ابدا يعني نهائيا. الانفصال كابوس بالنسبه لي. كابوس، وصار عندي عقده من هذا الموضوع صراحه، عقده من الموضوع. خافين ان اي ريال ممكن يتركك تزعلين ولا تكسرين قلة ورا؟ شوفي قبل كنت ازعل، بس الحين اكسر مو الا 10 قلل. اوكي، وازغرت زغرت يا اوكي انشراح. زين، ما تحسين يقولون شو استفادت جليله من جمالها؟ شو استفدت من جمالي؟ هدمج انا حلوه؟ لا جميله. حبيبتي شوفي، انا مو شرط يعني استفادة، يعني شلون استفادة؟ ما فهمت السؤال. شلون استفيد من جمالي؟ يعني استفدت وظفته صح. ترى مو شرط يعني أنا أكون جميلة، في بنات جميلات وايد على فكرة بالساحة اليوم. أنتوا صرتوا يعني اليوم في جميلات وايد موجودين مو مشهورين. أي. أي. أوكي. أي. وفي أجمل. صار الجمال سهل مو صعب. إيه صار الجمال سهل. يعني أدش عيادة، أنا بصراحة من النوع اللي دائما أسوي كل شيء لايف، ما أستحي، ما اتصنع المثاليه. ايوه بعدين يقولوا لك شغاله تجميل. وليش يبوني اتشذب عليهم؟ اقول لهم طبيعي من الله نفس وايدين. صورك اللي قبل كنتي كانوا يشوفونك ان انت لم تكن بيضاء كالان.
يعني شلون مثلا لحظه شوي انا هالموضوع يعني نفس يوم عيد ميلادك هذه الكيكه قالوا ان انت لونك كان ازرق ومن ثم صرتي بيضاء. زين شلون صرت بيضاء الحين انا؟ والله ما ادري يعني ما ادري شلون مثلا حطيت الحين؟ ما ادري يجوز او يمكن فاونديشن. انا كنت مسويه تان بفتره من الفترات تخبلت وسويت تان احترقت ايه؟ رجع لوني الطبيعي انتهى الموضوع. وعلى فكرة بالنهاية سواء سويت تان ما سويت تان أنا بنية تشي لوقلي يعني. إبرة ممكن إبرة تبيض؟ إبرة تبيض يعني شوفي آخر. بس ترى خطرة تكسر الدم. لا لا شوفي تقدرين تأخذين فيتامينز بس مو التبيض يمكن تبيضك درجة مو 20 درجة يعني في ناس مو فاهم هذا الموضوع. ثلاثة ومن يعني من طلب العلا سهر الليالي. بس مو لهالدرجة. مو لهالدرجة. يعني حتى لوني فتو فيه. حتى ما مو المشكلة إن أنا أسوي كل شيء لايف كل شيء قدامهم. أنت طلعتي وقلتي أنا سويت عمليات تجميل وايد. سويت جسمي. إيه؟ ليش؟ عادي. أنا قلت لك أنا إنسانة شوفي أنا إنسانة متفتحة أنا متصالحة مع نفسي. أنا أحب نفسي أنا لو ما أحب نفسي وما عندي شجاعة الكافية ما رح أقعد قدامك اليوم أتحاور معاك. أوكي بس في ناس تشوف إن هذا التغيير من خلقة رب العالمين. أنا لما أغير خلقة رب العالمين راح أغير خلقة رب العالمين من ذكر إلى أنثى هاي تغيير خلقة رب العالمين. أنا اهتميت بنفسي بي. أوكي يمكن أنا الشيء هذا الناس تشوفه غلط على رأسي من فوق مو كل الناس راح توافقني بالرأي ومو كل الناس راح توقف معاي بس أنا طلعت تكلمت بصراحة أوكي سويت 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 وأكو بنات استفادت مني مو غلط بس الدور والباقي على يطلعون يتغير شكلهم مو 360 درجة 1660 درجة أوكي. وتقول لك لا أنا ما سويت ولا شيء يخافون يعترفون عشان يدشون مرحلة إن الناس تتكلم. والله أنا أشوف نفسي صح لأن بكل الأحوال الناس راح تتكلم بالزين أو بالشين طبعا طبعا كل الأحوال الناس راح تتنمر عليك وانت أكثر واحدة تعرفين موضوع التنمر هذا شلون يعني السوشيال ميديا. أنت الناس أنت تشتكين على حد؟ طبعا اشتكي انا من 3 ايام 4 ايام مشتكي بس ما بقول على منو. ايه يعني اشكال ما تستحق انه واحد يذكرها. زين بس في ناس تقول لك اني سويت العمليات هذه كان بهدف الاغراء في الكليباتك في حركات. والله سبحانه قسما بالله يعني انا يعني لهالدرجه. انت ما تسوي حركات اغراء؟ انا ادلع ترى انا دلوعه انا قسما بالله مو قصد ان انا مغريه او يمكن شوفي لما ترقصين في برنامج عراقي يلا هاي عفويه كانت ترى قلت لك انا اول حلقه شايفتها مش مصورينك راح اقول لك شغله انا احيانا والله العظيم عفويتي يعني تدخلني في اكبر حائط انت ما شاء الله والله العظيم انا جدا عفويه لا قصدي اغري احد ترى احيانا تشوفين وحده بس عيونها حلوه تحسين انها هي مغريه بغض النظر ممكن تكون مستوره لابسه عبايه بس عيونها حلوه مغريه شكلها ملفت الاغراء مو باللبس ولا بالجسم ممكن الاغراء بطريقه الكلام ممكن انا اقدر اغري ما قاعده اتفلسف والله العظيم بس مو القصد انا مو يمكن الناس تشوفني مغريه من 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 يعني من نظرها واحد انتوا قاعد تحفزين يعني تقعدين تسوين عمليات تجميل بجسمك بس انا هذا اسوي لنفسي ها تسوين لنفسك بس قاعد تبرزينه يعني انا يعني بعد الريال قاعد يطالع ايش طالع وهذا غير اللي قاعد يلك في السوشيال ميديا ولا في التلفزيون يا مال الضعفه ما تقول الله تجنن الله يحميها ما تقول بس انا اشوف هاي غيره تشوفينها غيره طبعا اكيد قاعد ادعي عليك وانت مو مسويت لي شيء ليش تدين علي زين انت انا مضايقتك سوي لي بلوك اوكي غيرانه مني روحي سوي اللي انا سويته يمكن صايده زوجها ضايفك ترى وايد يدعون علي الله ياخذك لان زوجي ضايفك كسر الجوال مال زوجك ما ادري يعني زين اوكي شدي راجلك مش تقول ايش سالفتك كل ما حد يحاكيك شدي راجلك مسك رايك ايش ذبحوني ما يقصر بالله صح ما تسوين شيء انا ما اسوي شيء ابدا والله انا ما اسوي شيء ولا في الكليبات ترى قلت لك انا عفويتي احيانا ترى قلت شغله قدام العالم في شغلات وايد انا سويتها ندمت عليها مثل بالسوشيال ميديا مثل يمكن بدون قصد الشغلات عفويه يعني بدون قصد الناس فهمتها غلط وما ندمت انك شو اسمه فتحتي باب شد وجذب مع صبحية يمكن أنا رديت مرة وهاي المرة
ناس لاموني عليها. شلون نزلتي لهذا المستوى جليلة؟ ما توقعناش تنزل لهذا المستوى جليلة. استفزيت وزعلت. استفزيت وزعلت ورديت. وبعد الرد اللي أنا رديته زعلت أكثر. إن أنا نزلت لهذا المستوى. الناس لامتني. زعلت مني. أمي زعلت مني. يعني قالت لي ناس غاضبين ربهم. هازين عرش الرحمن. شلون تنزلين هذا المستوى يا ماما؟ قلت لها وعد مني. على قولت رحمة رياض. وعد مني وعد بعد ما أنزل هاي المستويات صراحة. ترى راح يردون راح يرد يتحرش فيك من أول وجديد بعد الحلقة. لا ولا ببالي والله العظيم. خلي يسوي لي ماركتينج لرموشي. والله مو صالحك. ما يهمني. ما يدخل من الباب. لا لا ما يهم. المشكلة في ناس متابعينه. أكو ناس متابعينه. متابعين ونطيحة. طبعاً. إيه؟ بس ما يهمني والله العظيم والله العظيم أضحك. ورحمة بابا أضحك. أنا والله استمتع صراحة لما هو يهاجمني أضحك. أنا نفس الشيء. إيه لأن أحس إن يعني موضوع يعني أحسه كوميدي عرفتي؟ كوميدي مسخرة. والله مسخرة. يعني أنا أقول لك زين. سويتي 4 سناقل. سويت تعاونت مع وليد الشامي. فايز. وجه له تحية فايز سعيد. والفنان حسام كامل. كلهم طبعاً تعاونت معاهم. مي أنا الموضوع الأغاني مو مخد احتراف. أنا مو مطربة. علش كانت تغني؟ لحظة شوي. لا عشان لا أنا مو يعني مو مطربة طرب يعني مو قاعدة أغني طرب. أنا أغني أغاني خفيفة. شو ستايل مريم كذي أغاني خفيفة. ومو كل شهر أنا مضطرة إن أنا أنزل 4-5 سنجلات. شفت جديد عبد الله يعني؟ لا مو القصد. بس لما أشوف لأن الموضوع أنا مو مخد احتراف. ما خدت هواية. فيقولك أنت مستغلتها عشان تبرزين جمالك و. زين أقدر على فكرة. وسويتي قناة على اليوتيوب. صراحة قلت شغلة أنا فضل. أقدر أبرز جمالي بالسوشيال ميديا مو مضطرة أروح أسوي أغاني و. لا أنت مبدع صراحة. بس ترى والله. يعني لعلي. حكايتكم أنتوا إنك تمشون واحد يصوركم من الخلف. راح أقول شغلة. والله العظيم. أنا هذا الموضوع كنت أبي أتكلم فيه. ندمت عليه من الشغلات اللي ندمت عليها. إن تخليني أحد يصورك من وراء. ترى بس مو يعني شوفي مو القصد ما يعني مو ما أتقصد إن أكون مثلاً قاعدة أمشي أبي أبين لبسي وكذي بس الناس تفهمها غلط. يعني أنا بقول شيء الناس لما تصورين من قدام يركزون على وجهك وعلى الطلة ما يكون بظهرك شيء يركزون. بس هاي من الشغلات اللي أنا ندمت عليها مي والله العظيم. يعني من الشغلات اللي أنا فهمت فيها غلط أو يمكن سويتها بطيش. بس اكو شغلات مستحيل اكررها مره ثانيه. يقولون انت لما تغنين اوتوتيون مليون. اي تعترفين عادي يعني شو قيمة صوتك؟ منو ما يسوي اوتوتيون؟ منو ما يسوي اوتوتيون؟ بس انا ما سويت اوتوتيون. اي عادي سويت اوتوتيون عادي عادي عادي. انا ترى اقول لك انا صوتي مو واو. ليش ما تطلعين حفلات تغني؟ لان انا مو محترفه. انا مو مطربه. انا مو محترفه. الموضوع انا ما اخذته هوايه. شغلة عجبتني فيها إيفا حلو أنا أوكي حلو أغني بس أنا مو محترفة. أنا مو رحمة رياض على قولتك مو بلقيس. أنا وجه لهم تحية. أنا شغلي بلوجر سوشيال ميديا هذا تالي هذا أخيرا إيه؟ أو مؤخرا. تدري ليش أنا دخلت بعالم الفن؟ لأنه ما كان في سوشيال ميديا. كنت حابة أن أنا أدش أي شيء في فن. كنت أنا أعشق. وعلى فكرة أنا اشتركت برنامج الهواء من زمان بس ستار أكاديمي وطلعت هم تكلمتي قلت هاجمتيهم قلتوا هم يمشون بالواسطة صح. إذا ما عندك صوت طبيعي تطلعين من ال لا لا أنا أصلا ما تأهلت. أنت ثاني برايم. أنت لا أنا أصلا ما طلعت بالبرايم. أنا بس رحت جربت كان عمري 17 سنة. جربت قلت البرايم لا 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 ما دخلت ولا برايم. طلعت بالمرحلة الثانية بس مو برايم لأن هم يسوون اختبارين. وبعدين تعديتي من الأول والثاني. بعدين تسمع صوته مستر أكاديمي الله يخليك. في أصوات حلوة. في أصوات حلوة بس الأغلب. رويدة عطية روان شو اسمه. رويدة عطية سوبر ستار مو سوبر ستار كان يأخذ أصوات عظيمة. ستار أكاديمي لحظة. اسم الحمزين ديالة ترزان. شذا حسون. والعورة الاسم شذا حسون. بالعكس أوجه له تحية. آخر كلام. طبعاً ما لي علاقة بأحد. أنا أتحارش كل ده ما أشوف حد. لا والله أنا أشوف ستار أكاديمي. ليش أنا اشتركت ستار أكاديمي ما اشتركت سوبر ستار؟ لأن ستار أكاديمي يأخذ الأصوات اللي على قدها. أنا صوتي على قدي. أنا قلت لك مو مطربة.
صوتي على قدي. يعني ايش طالع رايح ستار اكاديمي ايش تبي؟ او ستار اكاديمي ما ياخذ ما عندي صوت. على فكره انا ما قلت ما عندي صوت. لا يعني دام تقولين مليون اوتو تيون بعدين لحظه كل الناس يسوون اوتو تيون وقفت علي انا يعني الحين هاي بس سويت. ها؟ انا شوف انا ما سويت اوتو تيون انا بخلي فايز يسوي لي دوتو. فايز مجلة تحية يعني. والله فايز من الناس اللي دعمتني والله العظيم ما قصر أمانة أبو حمدان يدعم الكل وحبيب وعجيب. أي والله يعني صج إنسان هذا الله يسعده. الله يسعده إن شاء الله يوفقه مجلة تحية طبعا. زين في كلام ثاني تبي تقولينه ولا خلاص؟ أنا جدا سعيدة. أنا سعيدة جدا والله العظيم. أتمنى أن قدمنا حلقة موفقة معك جليلة. إن شاء الله يا رب. أكيد راح نتعرض لهجوم وتنمر كالعادة يعني شيء مو جديد علينا. لا عشان نقول لهم شيء يونس بعد إن أنت إن شاء الله عندك مسلسل في الكويت. إن شاء الله وراح أكون متواجدة بالكويت وراح تشوفوني دائما ويا الحبيبة مي العيدان إن شاء الله. لا يعني في معروض عليها فيلم ومسلسل. إن شاء الله. أوكي إن شاء الله. خلاص تبتقيمين بالكويت صح؟ والله العظيم أتمنى وصدقيني أنا قلت لك حتى قلت لي استاذ فلاح تحت الهواء قلت له انا ما حسيت بغربه كاني قاعده بدبي. ايه نفس الروح كنت طلعتي نفس الدار نفس الحياه نفس الروح نفس راحه والله العظيم ما احس ان انا يعني هال 24 ساعه مرت بلمح البصر وباكر ماشي بس اكيد راح ارجع. اكيد راح ترجع والله راح ارجع. عندك اجتماع عندك ميتنج ان شاء الله حبيبتي الاسبوع الجاي. جدا سعيده حبيبتي انا وفرحانه وفتحت لك قلبي وصدقيني الانسانه هاي والله العظيم قبل ما اطلع معاها احبها حبيبتي والله العظيم تابعتها ان شاء الله من نجاح لنجاح. الله يبعد عنك عيال حرام وان شاء الله نشوفك متزوجه وعندك ممكن حق الوالده عزمتي بعرسي تجين. اوكي ما عندي مشكله ان شاء الله يا رب. شو اسمه وراح نشوفك بس المره الجايه يكون من غير دموع مش دائما دموع. تدري ليش؟ لان انت تنبشين الاحساس تخلي الواحد يبكي غصبا عنه. انا قلت لكم كل عشان حاطين نوال في المقدمه انا ادري من اللي مسوي هالمكيده. قضينا وياكم إن شاء الله حلقة موفقة مع جليلة. تصبحون على خير. أحب أشكر صالون جور سبا الميك اب والشعر وعلى أزياء بوتيك بالأدونة. نلتقي إن شاء الله على خير الأسبوع الجاي. تصبحون على خير.